لك شو صار في ابو هزاع؟ ليش تاخر؟ والله ما بعرف يعني، لو رايح يجيب الشطرنج من الشام كان رجع. لك اخي ليش الشطرنج؟ خلينا نتساير مع بعض شوي. يا سيدي بنتساير، بس انا ما بيهناني عيش الا حتى اغلبه. يا سيدي ها ليك اجا. شو يا طولت الغيبة ورجعت بالخيبة؟ شو وين الشطرنج؟ لك بلا شطرنج بلا بطيخ مبسمير، أنا وين وأنت وين؟ لا شوفي جايين وراي ثلاث بنات بيطيروا العقل، بياخذوا ضبنات العقل، ملكات جمال مو هيك، عارضات أزياء، لا، بيقولوا للقمر قوم لنقعد محلك. شو الحكي؟ وينو؟ ها؟ ليكن إجوا، شوفوا لي هالشوفي مشان الله وقلوا لي إذا كان الحق بإيدي ولا لا. يا سلام فعلا شحو كتير. شو هاد يا لك عم قلك طرمخوني طرمخه لك يا ارض احفظي ما عليكي. خلاص يا جماعه شو بكم اتاخدتوا؟ خبروا عقلكم شوي. ليش لسه فينا عقل؟ لك مشان الله اسمعوا صوت حكاتهم محلاها بلابل شحرير يقبر عظامي قبر. هلا انا خيلك وقعتي بالمي. يا الله مين بده يجيب لنا اياها هلا؟ انا مالي علاقه، عمره ما تنجاب. ولا يهمكن يا صبايا ولا يهمكن. لحظة محلولة. لحظة اتفضلي يا قطة. تسلموا ايديك عمو. الله يسلمك الله يسلمك. لا عمو انت كنت تشتغل منقذ بزمانك شي؟ لا ما اشتغلت منقذ، بس كنت مساعد بالشرطة ويا ما مارق على هالراس اخطار واهوال. طيب عمو انت مساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد؟ قولي مية ميتين اذا ما كانوا اكتر. وما قوصوا عليك مثل الافلام؟ يقوصوا ليشبعوا. اصلا الرصاص الحرامية ما بيخوف. عمو ممكن تاخذ لنا صورة؟ ايه على عيني وراسي، بس بلاها كلمة عمو. يا سلام. شكرا عمو. عفوا بس بلاها كلمة عمو. باي يا شب. الله معكم، مع السلامة يا حبيباتي. الله معكم يا ريم الفلا، يا غزلان البوادي، الله معكم. لساته قلبك أخضر يا أبو هزاع. ورح يضل أخضر طول عمره، والله بموت إذا يبس. لكان والله بتصيبني جلطة. بس بدي اسألكم بالله عليكم بالله، هدول نسوان ويلي عنا بالبيت نسوان نسوان؟ بهي معك حق، الله وكيلك اللي عندي، لك الفيل بيستحي من سمنها. انا اللي عندي بالبيت ما له سيره غير شو رايك بطبخي؟ شو بدنا نطبخ اليوم؟ انا عازمه صهري، شو نطبخ له؟ كاني متجوز طباخه. انا مرتي الله يصلحها ما عادت حطت على وشها لا ابيض ولا احمر ولا اخضر من اكثر من 20 سنه. ليش لا تسالوني؟ جواب ما عندي. ولك خلاص يا جماعه ذوقوا على حالكم بقى، شو صار لكم؟ واحدكم صار عمره 65 سنه ولسه بدكم تحكوا بهالمواضيع؟ ليكم مين عم نحكي ليكو؟ لك حبيبي انت متجوز تنتين ومجدد شبابك وما حدا قدك، مو مثل حكايتنا نحن المعترين. الحق بيده لانه وحده للنهار وحده لليل. مساء الخير. مساء الخيرات. شو اجيت؟ لا والله ما اجيت. شو رايك بدي اتاخر نص ساعه؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. حط لك عشاء؟ هلا انت مالك سيري الا الغدا والعشاء والفطور؟ شو بدي اسالك لكان؟ لا تساليني شيء. شو هاد اللي لابستي؟ شو هاد يعني؟ روب البيت، شو هي اول مره تشوفني لابسته؟ ما عندي غيره. عندي غيره، بس هذا بيريحني كثير. وين المشكله؟ المشكله اني انا مالي مرتاح. وهذا شعرك ليش هيك منفوش مثل صوف الخروف؟ ما فضيت مشطه. وليش ما فضيت يا حبيبتي؟
لك العمى الوحدة منكم بس تتجوز ويجيها كم ولد ما عم تسأل عن جوزها منوب منوب كأنه خروق. طيب شو أعمل لك؟ سألتك إذا بدك تتعشى ما رديت علي. ولك أخ أخ لوين رايح؟ لك لما رايح يعني؟ رايح اندفس بفرشتي ونام أحسن لي. يلا لاحقتك بس لأكوي هالتياب. على مهلك كويون منيح حبيبتي كويون. شو صاير له هالرجال اليوم؟ عم يخانق تبان وشو؟ طيب عمو انت ما ساكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد قولي مية ميتين اذا ما كانوا اكتر. ما قوصوا عليك مثل الافلام؟ شو نمت؟ ما حلك تنام لسا؟ لك شو بدك؟ فيش المكواية عطل قوم صلحه. اوف اصلا هذا اللي شاطرة فيه انت تعا ركب وتعا صلح وتعا قيم وتعا حط. شو هاد يا حرق اخذف حالي على عيني. على مهلك هالزيعة طروفة. صباح الخير. صباح الخيرات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك ساكن هون؟ اي نعم بالطابق الثالث. وانا رح صير جارتك فوق. اسمي فاتن برما. استاجرت الشقه يلي بالطابق الثاني. تشرفنا تشرفنا يا انسه. انا عباس كعكع مساعد بالشرطه متقاعد. مساعد بالشرطه؟ اهلا وسهلا. بتريدي شي مساعده؟ اي والله يا ريت. ولو تكرم عينك. هاي اللهم زيد وبارك. يلا يلا. رحت تجيب الترياق من العراق؟ عاونت جارتنا الجديدة بنقل العفش. ومينو هاي جارتنا الجديدة؟ لك واحدة اسمها فاتن برما استأجرت شقة أم محمود. ايوة وشو بتشتغل حضرتها بقى؟ لك عشي بيعرفني عم يقولوا بالإخراج. شوف حبيبي البناية الثانية الطابق الرابع أول باب على اليمين. يلا لا تأخر. ها دخلها؟ مين استأجر بيت محمود؟ واحدة اسمها فاتن. بس باين عليها شيء أكابر ما هي؟ أكيد ما في شك. متزوجة شيء؟ عم بيقولوا لا. يعني هلأ ساكنة لحالها؟ إيه لحالها. يا لطيف ألطف. مساء الخير انسه فاتن. اهلين سيد عباس. محسوبك ابو هزاع. ابو هزاع اهلين. هاتي الاغراض من ايدك هاتي. لا معلش لا 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 اعوذ بالله عذابك راحه. لا 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 ولو يخلي لي اياك يا رب. يسلم ايديك. الله يخليكي. سيد ابو هزاع مري بدي اسالك انت كم سنه خدمت بالشرطه؟ يا ستي خدمت بالشرطه 33 سنه وخمسة اشهر وطلعت تقاعد من سنتين. والله معناها شفت حوادث كتير بحياتك ما؟ أوهو حوادث وأهوال ومخاطر واقتحامات واشتباكات ومداهمات. شو بدي عد لعد إلك؟ يا لطيف يا لطيف. قلعت أسناني بهالشغلة يا أني سيفاتين. وأبو عبدو بهاء كان يعتمد علي كل الاعتماد. بتعرفي إنه أنا اللي مسكت اللص المشهور خطاف الهوى
والحرامي سراء الكحل والمجرم بعاش بطنه. يا سلام عليك، بس والله ما كان عندي خبر. شلون ما عندي خبر؟ بيصير هيك يا أنسة فاتن؟ الجرايد كلها كتبت والتلفزيون حكى والإذاعة بس. طيب سؤال أبو هزاع. تفضلي. يعني أنت المساء وين بتروح عادة؟ والله غالبا بروح أنا ورفقاتي على القهوة. حلو. أصبح شو رأيك احرمه منك اليوم بس وإعزمك على فنجان قهوة، هذا إذا أنت بتريد طبعا. ولو على عيني وراسي، ما في عندي مانع منوب، بس على حسابي. ها أنا على حسابك. على حسابي. خلص خلص سيدي، على حسابك. بس بشرط بدي إياك هيك يعني تحكي لي كل شيء كل شيء أبو هزاع عن مغامراتك أيام الشرطة. أنا جاهز لعيونك أنا زفاتي. يا أهلا. إيه سيد أبو هزاع، بدي إياك تحكي لي بالتفصيل عن أخبارك بالشرطة، هذا إذا ما عندك مانع. لا لا أبدا ما في مانع، بس بترجاكي لا تقولي سيد أبو هزاع، يعني لا تحطي حواجز بيناتنا حتى تحلو الجلسة وأشعر إنك قريبة مني. شو بدي نادي لك لكان؟ أبو هزاع بكفي، وإذا بتنادي لي عباس بكون ممنونك. طيب يا عباس، فيك تحكي لي عن أيامك وقت الشرطة؟ الحقيقة يا فاتي، أنا لما كنت استلم رئيس مخفر بشي حارة أو ضيعة، أول شي كنت أعمله إني خلي العالم ترجف مني قصب، وإذا طلعت دورية كنت أمشي بالطريق إيدي بقفى ظهري وأنا ماسك الخيزراني هيها وعم بمشي مثل المهر. طب شلون كنت تمشي؟ بشرفك تفرجيني شلون. والله الواحد بينسى وبيستحي كمان، يعني لأنه طيب طيب على عيني وراسي. يعني هيك شيء والله. يا سلام عليك عن جد. طيب هلا قلي، الحرمي شلون كنت تتعامل معه؟ يا ستي سؤال مهني جيد جدا. شوفي يا أنسة فاتن، يعني لو جابوا لي شيء حرامي او سرسري مثلا، كنت اصرخ في صوت واحد بس ما تني، بس شو صوت من اياهم، كنت طخن صوتي قصدا وعرضه مشان اوهره، مشان اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيني. حراميه هدول سرسريه ما بتفرق معهم. شو له؟ ولك يا حرامي يا حقير، انت عرفان على انه مخفر جاي؟ انت الله غضبان عليك لانه وقعت بمخفر ابو هزاع يلي شربان حليب السباع. يا بتقر وبتسلم، يا بتنكر وبتندم. وبعدين بمجرد ما يدوق اول كف وتاني كف على بوزه بيكرت كل شيء عنده. مو معقول يا عباس، شو ذكي. هلأ بدي إياك تحكي لي شلون مسكت خطاف الهواء. هاي شغلة قديمة كتير. يلا كرمالي، بعدين أنا بحب القبضايات كتير يا عباس. طيب يا فاتي، يا ستي هذا خطاف الهواء كان حرامي خفيف مثل الريشة مثل النسيم، بيخطف كل شي بيحسن بشيله وبيركض فيه، سحارة خيار، أنينة غاز، خروف صغير، قفص في عصفور أو ما في عصفور، سندويشة بإيد ولد، فروج ما بتفرق معه، بيخطف وبيركض مثل البرق. هيك حتى عجز الناس والبلد كلها اشتكت منه. بيوم من الأيام إجاني الأمر وكلفوني أنا بالقبض عليه. فوراً مثل عادتي أنا اهتميت بالأمر وتنكرت، عملت حالي رجال ختيار عم يمشي على العكازة، وحملت بإيدي ديك سمين كله هبر، ومشيت بالسوق على مهلي والديك عمي كاكي، وفجأة ظهر قدامي خطاف الهواء لعبت عينه عالديك وأنا شايفه، وما لقيت لك إلا واحد ركض مثل أبو الحصين هيك بده يخطف الديك وأنا شايفه، وبمجرد ما مد إيده عالديك دقيت فيه
امسكته من رقبته عم صار يبلعت مثل الصوص، ونزلت لك فيه بالعكازة وعلى وين بيوجعك، وصرخت لك فيه هذاك الصوت مثل ما قلت لك قبل شوي مثل يوسف وهبي، قلت له ولك وين وين رايح بيه العشرة، وين انا ابو هزاع يلي شربان حليب السباح. هو سمع اسمي بالارض وقع مغشي من رعبته واستسلم، وشحط لك يا مثل الجروع المغفر من شواربه. شو هاد؟ شو هاد يا عباس؟ والله ما في مثلك أبضاي بهالبلد. إيه شو مفكرة لكان؟ يلا أنا صار لازم بروح على موعد كثير بكير. قاعدين أنا صفاتي. معلش بستأذن، المرة الجاية بدي إياك تحكي لي شلون قبضت على سراء الفحل هاد. على عيني وراسي أنا صفاتي. لأنه فعلا القصة غريبة كثير. أنت تحبي أحكي لك إياها؟ أنا بخبرك مو مشكلة. إيه على عيني وراسي. خلصك عباس. مع السلامة سيدتي. مع السلامة. الله معك. مع السلامة. الله معك. الله يحرسك. ايش بيش شوي يلا العاب عم يلعب هذا شو صار عم يتقاوى بنجسي بنجسي عندك هي هسه ايه 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 لبس هسه ايه حطها أزعل منك هلا. لا هيك مو مساء الخير. مساء الخير يعطيكم العافيه. يا سلام شو هاد؟ اي والله طالع مثل العريس بليله دخلته. فظاعه يا جماعه شو الحب بيقلب الواحد. لك ليش ما عم تجي على القهوه؟ والله مالي فاضي. نيالك لك عمي. ولك يا جماعه افرطوا لي هالقصه بقى وكبروا لي عقلكم. واحدكم صار عمره فوق الستين سنة ولسه بده يحب ويعشى ويتمعشى. وانت ليش زعلان؟ ما انت متجوز تنتين. هو ما تتجوزوا تنتين مين ماسكة؟ منين يا حسرة؟ اصلا مين بده يقبل فينا هلا؟ ايه ابو هزاع احكي لنا وين عم تلتقوا مع بعض؟ والله مرة بالكافيتيريا، مرة بالحديقة، مرة على 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 النهر بطرف الغوطة. يعني دخلك بتحبك؟ لك بتموت فيه هيك إلا. بتصدقوني يا جماعة هالمخلوقة ما بتشبع من حديثي والتطليع فيه، بتركز على عيوني وما بتنام المساء قبل ما تحكي معي على التليفون. لك هلأ أنتوا لما بتعدوا مع بعض شو بتحكوا؟ هي بصراحة ما بتحكي كتير، بس بتسألني أسئلة وأنا بجاوبها وبحسها مبسوطة مني كتير، تضحك من قلبها على كل كلمة بحكيها. اليوم مثلاً حكيت لها كيف مسكت سراق الكحل بعد ما قوصته ببطة رجله. ايه صحيح حكي لنا شلون قوصته؟ افضل لاعب لم يحقق اي نجاح. كانت حياته حدا اتصل فيه شي اليوم المساء؟ شو بك انت؟ هاي ثالث مرة تسألني هالسؤال، قلت لك ما حدا اتصل. كويتيني قميص الزهر ولا لسه ما كويتي؟ لا والله ما كويته، هاللون مولدن كتير، مو خرج واحد بعمرك يلبسه. لك هلا خرجي ولا مو خرجي؟ شو بدك بالقصة انت؟ كوي وماشي الحال، شي؟ انه بس بدي افهم، انت من امتى كنت تلبس هيك قمصان؟ من هلا بدي البسهم، انت اخت مرائي شي؟ لك شو صاير لك يا رجال؟ فهمني مشان الله. مو صاير لي شي، خليكي بشغلك انت. ليش طفيته؟ هيك، ما حدا عم يتفرج علي. الو؟ سهلين بس النور بس الفل والياسمين. لا لا ما نمت، يعني معقول نام قبل ما اسمع صوتك الحلو؟ امتى؟ بكره؟ ايه فاضي طبعا، ايه بعرف المحل. نعم بدك يعني البس البدله الرسميه والرتبه كمان؟ لا عندي أمريك فاتن خانو أمريك فاتون دي
وين حاططيها؟ والله ما بعرف. هلا انت ليش بدك البدلة؟ هيك لازمت لي. يعني عندك حفلة تنكرية؟ لك شو تنكرية؟ ما تنكرية انت التانية؟ لكان ليش بدك ياها؟ انا ورفقاتي المتقاعدين عاملين حفلة بمناسبة مرور سنتين على تقاعدنا. وينها؟ وينها؟ قولي على قامتي. ليش مين باقي من رفقاتك؟ يلي مات مات، والمشلول مشلول، والم... ولك سبحان الذي خلقك على هالمناطق وعلى هالملافظ اللي بتهز البدن. تعي دوري منيح، تعي دوري، ما لقيتها. ايه هلا تذكرت وين حاططها. كنت اعطيها لشحادة فقيرة هداك الشهر، قامت ما اجي. شحادة فقيرة؟ مرة بعت لي العقيد أبو عبده بها عناصر حتى دربهم، وقال لي العميد بده ياهن يطلعوا رجال من تحت إيديك يا أبو هزاع. قلت له أمرك سيدي. أول درس فيقت لك ياهن بنص الليل. صفيتهم قدام بعضهم مثل عيدان الكبريت وصرخت لك فيهن هداك الصوت. طب الله يقلي شلون صرخت فيهن هداك الصوت؟ يا على عيني وراسي. عم قل لك أول كل شي صرت امشي هيك قدامهم حتى اوهرهم. تعرفي يعني اذا ما وهرتي العنصر ما بيطيعك. عملت هيك بعدين قلت لهم انتوا لسه ما بتعرفوني منيح. لك انا اسمي المساعد اول ابو هزاع. انا شربان بالصغر يا حليب السباع. يلي بيعرفني وبيطيعني راح يسلم، ويلي راح يعصاني يا ويلو شو راح يندم. شو هاد؟ نايمين يا عجايز؟ رح بدي خبطة الأرض تنبع من تحت رجليكم والمي نبع. شدوا حيلكم يلا لشوف. روح عيد لك زفت انت وياهنيق. بيظهرونكم ما بتمشوا غير بالعقوبات. أخ لو تعرفوا مين هو هاد اللي واقف قدامكم. أخ ولك أنا اللي مسكت خطاف الهواء، أنا اللي مسكت سراء الكحل، أنا اللي مسكت بعاش بطنه. أبو هزاع أنت لهلأ ما حكيت لي شلون مسكته لبعاش بطنه. والله العظيم ما حكيت لي. أي والله ما حكيت لي، بس بالأول بدي إياك تحكي لي ليش سموه بعاش بطنه. هذا يا أنسة فاتن كان في واحد أزعر زعوري مشراني وكل الناس بتتجنبه لأنه كل شهر شهرين بيبعج واحد بالموس بكرشه. مرة من المرات طلع من الحبس وعمل مشكلة مع واحد اسمه حوت المهاجع وسحب الموس بده يبعش له بطنه. قام هرب حوت المهاجع ما حسن يلحقه، وقف وقال هالموس ما بيرجع على الفاضي لخصري، وبعش بطنه من قهره وغيظه. مو معقول شو غريبة عجيبة هالقصة، بس بالأول بدي اياك تحكي لي أبو هزاع شلون مسكته لبعش بطنه. مسكته بخمارة القط المجنون كريزي كات، خمارة صغيرة جنب خمارة فريدي. هذا يا ستي كان في زلمة مرعب العالم اسمه زكريا الدفاش، وكان يتعاون مع ابن خاله اسمه حالوش النتن، وكانوا يلتقوا بخمارة نعوم الحايك جنب سينما الشرق بسقاق رامي. لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس، كل الناس مثل أشعة الفجر ومثل الماء في النهر، مثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ أي والله يا أبو هزاع، الحب عمرا داخل العمر. هل هذا شعرك أبو هزاع؟ لك شو شعري انت التاني؟ شعر نزار هذا. لك تقبر عظامي يا نزار، لك يبعت لي حمى عليك، يبعت لي حمى عليك. شو بتفهمني؟ لك شو بتفهمني؟ كنك كني. اوف 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 اوف، شو ابو هزاع شايفك غرقان بالحب تمام. مو بس لحالي غرقان، لكن نهفي انه هي غرقانة اكتر بحبي. لشوشة والله لشوشة. طالما انت وياها غرقانين
مين دي طالعكم بقى؟ شو؟ رايحة تنامي؟ وحاجتي شقة بتعطير طول النهار. الله يعطيك العافية. بكرة بدي روح شقة على مرت ابنك سميرة. ماشي، سلمي لي عليها كتير. ما بدك تروح لعند ابنك هزاع؟ لك بعدين هزاع. امتى بدك تنام؟ ليخلص الفيلم. ليه؟ لا تسهر كتير، انت كبرت والسهر ما عاد يواتيك بنوبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا لطيف شلون بتدجي كلامك أنت دجيكي. تصبح على خير. الله معك وأنت من أهله. Yeah. What's the matter? I love you. I'm gonna head up the mountain again and I'll be back before 3. Claire, hot food, let's go. Yeah, I'll be right there. How do you like my hotel? Lovely. What do you think of this room? Huh? The eagle's nest. Great image. Right out of your husband's imagination. Actually, it's my mother's idea. You know, she bid on this project, too. Is that right? I should have hired you. You're a lot better looking than these two bums. Well, my father is... أهلين. أهلين أبو راشد. أهلا وسهلا. لا والله قاعد ما نمت. خيب وهزاع. اتفقنا نروح بكرة المساء نبارك لصلاح سويعاتي لأنه فتح محل شاورما. بقى بتروح معنا؟ امبلا بروح. وراح نشتري له باقة ورد. عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. مع سلامة. غريبة. وين راحت هي؟ يعني هذا صلاح منين جاب حق محل الشاورما؟ يا انا بعرفه درويش ومنتور. سمعت انه مرته ورتانه من اهل ورته منيحه. يا حبيبي لك يا هيك النسوان يا بلا. لك اشتهيت اقدم لنا شي سندويشه من هذا السيخ اللي عم بيفتل على النار، والله ريحته غرفه قلبي غرف. هاي الزلمه قدم لنا سكر وفنجان قهوه مره، شو بدك احسن من هيك؟ يا للاسف على باقه الزهر اللي قدمنا له اياها. سيدي شو ابو هزاع؟ شايفك شارد، وين المخ؟ صدقوني يا جماعة ما في شيء، والله ما في شيء. يلي أخذ عليك يتهنى. حبيتك وبحبك وححبك على طول. شو أبو هزاع؟ حبيب قلبك عامل مسرحية؟ شو ما عندك خبر؟ لا والله ما عندي خبر. شو رأيكم نحضرها؟ حلوة المسرحية؟ والله ما بعرف بس يبدو أنه بتضحك. بس وينكم شباب؟ صار لنا نبلش ربع ساعة. ها نحضرها بس على حسابك. ها لك على حسابي ما في فرق. امشوا يلا شريف. بس كنت تعاقب وما في مجال نقاش.
اخ لو تعرفوا انتوا قدام مين انتوا واقفين. انا ابو مناع، ابو مناع اللي طلع شطاف الهوى وسرق الكحل وبعاش الطول. كانه هالممثل بيشبهك ابو هزاع. بتعرفوا شلون انا كمشته لخطاف الهوى؟ ولك شبكون؟ شبكون؟ راسكم بالارض ولا منك الهلو 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 يخرب بيتك وبيت بيتك عند التاني. خطاف الهوى انت؟ خطاف الهوى؟ ما عرفتوه؟ خطاف الهوى اللي بيخطف كل شي بيلاقيه بطريقه. دجاجة، ديك، بيضة، أفص. وين ابو هزاع؟ لسه المسرحية ما خلصت. ابو هزاع؟ وين ابو هزاع؟ انا ما بلعب فيه. لسه المسرحية. لكن فبدي اياكم تعرفوا منيح قدام مين انتوا واقفين. فاتن برا شخصية ابو مناع اللي شفناها بعند الهنود هي لشو بترمز؟ يعني شو اللغة الرمزية اللي استخدمتيها فيها؟ هلا بقول لك، يعني هي شخصية حقيقية موجودة بالواقع. أنا اللي بيهمني إنه الناس لما بيجوا على المسرح ويشوفوا شغلي، يشوفوا مسرحياتي، ما يحسوا إنه هن طلعوا من بيوتهم، لا، كأنه عم يشوفوا جارهم، ابن حارتهم، يعني شيء من الواقع أنا جايبته وحاطته هون عندي بالمسرح. يعني شخصيات حقيقية. أكيد 100%، أكيد أكيد، ويعني كثير بنشوفهم، كثير موجودين أساساً، ما جبت شيء غريب من الشارع وحطيته على المسرح، ما أقحمت شيء إقحام. طيب العمل القادم اللي رح تسويه بعد عبد المنور؟ امي ومين بدنا نعزم كمان؟ كتبت اسم ابو مرهف؟ ابو مرهف لا والله ما كتبته. اكتبه واكتب اسماء اولاد خالتك حسان وعبد الرحمن وسالم. وليش لحتى نعزمهم كلهم؟ بكفي حسان. لا يا امي ما بصير. شو نسيت انه عزموكم السنه الماضيه انت واخوك على عرس اخوهم عبد الرحمن؟ الحق معك. وهي كتبنا عبد الرحمن وحسان وسالم، ورح أعزم أبو ماهر اللي كان جارنا بالحارة القديمة. بقى شو رأيك؟ إيه شو عليه؟ فيك الخير. وبالمعية عزيم أبو طلال ساروجة صاحبه لأبوك الله يرحمه. شو وينه أخوك مهند؟ راح ياخد إذن للعرس من فرع 999. إنه ما كانوا يبطلوننا هالشغلات بقى. والله مو حلوة بحق البلد. لسه كل ما اجتمعوا اتنين بيتحشوا راسهم بيناتهم قريضة. شو بيعرفني؟ وليش ما رحت انت بداله؟ ما بيرضوا، بدهم يشوفوا العريس صاحب العلاقة. وبعدين شو في عنده؟ قال بده يمر على الصالة مشان يدفع رعبون ويثبت الحجز. الو. اهلين مهند، شو وينك انت؟ الصالة عظيم. ليك ثبت المعازيم على 150. اي نعم. لا 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 ما بدنا نصور، خليهم هنا يدبروا. ايه ما بتتذكر الصور اللي صورناها بعرس اختك؟ طلعت سيئة كتير. قل له ما بدنا نصور،
المصور اللي صورني بعرس اختك طالعني مثل الزنجيه، وطالع خالتك ام صبحي مرتين بلا راس. مهند انت لا تجيب مصور، خلاص انا رح اجيبه، بعرف مصور صاحبي وشغلته هالشغله. ايه الله معك، مع السلامه. مين اللي مصور اللي رح تجيبه انت؟ رح اجيب مصور صاحبي وبعرفه، اسمه نوري طبشورة، فنان بلقط الصور. تفضل يا انسه، هي 3 كيلو برتقال وهي كيلين تفاح. الله يسلمك، غيره شو بتريدي؟ زكاتك اعطيني 5 جراز بقدونس، خرج إيه؟ التبوله. على عيني وراسي خرج التبوله. ها؟ هلا وصلوني من سوق الهال الله وكيلك، ومن كتر عود المطويل بتقولي عنهم ملوخيه. الله يسلم هالايدين يا رب. لا كزبره هي. هي واحدة على البيعة كمان، تفضلي. ها؟ يسلموا. تفضلي. لحظة لحظة رح احط لك اياهم بالكيس. امسكي لقلك امسكي. نقعيهم بالمرمنجانات اضمن. تعرفي لانه الله يسلمك. تفضلي. قديش بتريد؟ 150 ليرة. يسلموا. هاتي هاتي لقلك، شو بكي ملبكة بحالك انسة؟ يسلموا. كتر خيرك. اهلين وسهلين ومرحبتين، الله معك. نعمة كريم. عفوا مو هون استوديو الأنوار؟ مزبوط، كان استوديو الأنوار، بس هلأ محل خضار. ومو حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ نعم يا سيدي، أنا المعلم نوري. شو ما تذكرتني معلم نوري؟ لا والله، مين حضرتك ولا صغرة؟ أنا عادل ابن أبو عادل درخوجة، وكنت إجي لعندك أنا وإخواتي ونتصور هون من شي 5 سنين، ومرة حضرتك صورت عرس ابن عمي هاني درخوجة، والصور طلعت بتجنن كمان، تذكرتني؟ إيه والله تذكرتك. أهلين وسهلين ومرحبتين سيد عادل. بس ليش هيك حضرتك قالب دكانتك؟ يعني معقولة المصور الفنان يصير خضري؟ ظروف يا أستاذ عادل، ظروف. يعني حضرتك ما عاد اشتغلت بالتصوير؟ ما بتصور لنا عرس أخي؟ والله يا أسف يا أستاذ عادل، التصوير صار من ذكرياتي. وليش بقى؟ شو السبب؟ القصة طويلة يا أستاذ عادل. بس هذا عرس أخي يعني، ونحن بصراحة حاطين كل ثقتنا فيك. أسف حبيبي، يعني لو كان عرس مين ما كان والله ما رح أروح. طيب ليش؟ ممكن أعرف السبب معلم نوري؟ طبعاً آسف لإلحاحي، بس بصراحة صار عندي فضول حتى أعرف. أخي شغلة التصوير بطلناها، هجرناها، لعناها، وأنا حالف يمين معظم ما مد إيدي على كاميرا وآخذ صورة لحدا طول ما أنا عايش بالوطن، هيك لحتى موت واندفس بقبري. سلامتك معلم نوري، سلامتك، بس يعني يا ريت أعرف. حابب تعرف ليش تركت التصوير؟ إيه والله حابب، لأنك بصراحة شوقتني. اتفضل أحكي لك، تفضل. يلا. شايف هالكاميرا هاي؟ اي نعم، هاي من اشهر الكاميرات العالميه، هي من التوب 10 الموجوده بالعالم. الله وكيلك اشتريتها ب60,000 ليرة. بس كاني شايفها مكسوره. اي نعم يا سيدي مكسوره، وراح احكي لك ليش مكسوره، والله يكسر ايدين ورجلين يلي كسرها يا حق. هذا يا سيدي من مده 4 سنين كنت قاعد بالمحل بامان الله وعم اشتغل. مرحبا معلم. اهلين وسهلين. مور يا حباب. حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ ايه انا نوري، خير. شرف تفضل معنا، ما كثير عندنا وقت، تفضل. لوين بدي اتفضل معكم؟ معلمنا ابو هماش بده اياك، تفضل. ومين ابو هشام بلا صغرى؟ ابو هماش ولا؟ ولا عم تغشم حالك يعني؟ هلا ما عاد تعرف مين هو معلمنا ابو هماش؟ لك يخرب بيتك شو حوبه، لك في حدا بهالبلد كله ما بيعرف مين هو ابو هماش؟ صدقوني يا جماعة أنا بعيد عن هالأجواء ولا بعرف لا أبو هماش ولا أبو دفاش. لك يا أجدب، هذا معلمنا أبو هماش اللي رشح حاله للمجلس، ما عرفته؟ أنو مجلس؟ لك رح يطلعني من تيابي، لك شو حمار أنت؟ مو مسألة حمار، بس المجالس عنا بالبلد كتيرة، المجلس البلدي، مجلس الإدارة، مجلس التعاون، المجلس الوطني، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، مجلس الإدارة المحلية، يعني كله جالس بالمجالس والشعب واقف على الرجل وحدة. معلمنا أبو هماش رشح حاله لمجلس الشعب، عرفته؟ ليش مصرين أعرفه؟ وسمعت نعام منه ومن هالغاية النبيلة يلي عم يسعى له، بس والله ما عرفته. إيه بسيطة، هلأ بتعرفه. أصبح حطوني العنوان وأنا بلحقكم.
قوم اطلع قدامي احسن ما خربط لك المحل فؤالي تحتاني. اطلع. طيب طيب امرك ولا يهمك. حاضر يلا بسرعه. يلا 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 طبعا. وهي جبنا لكم المصور نوري طبشوره سيدي. شرف. احترامي يا سيدي. اهلين اهلين معلم نوري، بس ما يكونوا رجالي زعجوك او ضايقوك، اللي الصراحه ما بزعل. لا 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 ابدا، الحقيقه ما زعجوني ابدا، كانوا في منتهى اللطف والاكابريه. بتعرف يا معلم نوري ليش انا بعت وراك؟ لا والله يا سيدي. يعني ما دريت؟ بشو بدي ادرى يا سيدي؟ معقول ما تكون دريت انه انا مرشح حالي للمجلس؟ لا والله يا سيدي ما دريت للاسف. يخرب بيتك، لك البلد كلياتها انطبلت بالقصة والناس عم تهني بعضها بترشيح معلمنا للانتخابات. عفوا للاسف انا بعيد كثير عن هال. باختصار يا نوري، انا دعيتك مشان تساهم معي بالحملة الانتخابية اللي رح ساويها. انا يا سيدي؟ هو صحيح الكل عم بيقول لي اني بنجح، بس ما بيصير ما اعمل دعايه، ما هيك يا ابو مقص؟ طبعا سيدي ضروري تعملوا دعايه طبعا. لا وخاصه انه خصمي ابو فهد رح يعمل دعايه كبيره وصوره رح تملي الحيطان ورح ينعرف نفس الشغله، فمعقول هو ينجح وينشهر وانا ما حدا يعرف خلقتي؟ معكم حق يا سيدي، بس يا ترى شو المطلوب مني؟ بدي منك ترافقني بالحملة الانتخابية وتاخدي كم صورة، يعني كمية من الصور، ملون كبير صغير أسود أبيض ما بتفرق. على عيني يا سيدي، بس بصراحة أنا ما بقدر سكر المحل لأنه. هلأ شو بدك بالمحل؟ تعطيل المحل على حسابي أنا، قلي لشوف قديش بيطلع لك المحل بالشهر؟ يعني حوالي 20,000 صافي. أصبح راح أعطيك 50,000 ليرة بالشهر. منيح هيك؟ منيح كتير يا سيدي، بس يعني عفواً حق الأفلام والتحميض يعني على مين؟ لا يكلك فكر، كله علينا وحبة مسك. اسمع يا أبو مص. نعم. من بكرة بتقبض المعلم نوري 50,000 ليرة بدون ما تكتب عليه وصل كمان. حاضر. شلوني معك هيك؟ يا سيدي الله يرزقك ويرزقنا، أنتوا الخيرين ونحن منستاهل إن شاء الله. ووعد مني إذا نجحت رح أعطيك 100,000 ليرة مكافأة برانية. وبركي ما نجحته يا سيدي. بركي خرب بيتك، شو ما بتعرف تحكي انت؟ لا معلم، حطت النجاح بجيبته صغيره. لكن وينك؟ طالما الكاميرا معك خد لي كم صوره. فيها فيلم الكاميرا؟ نعم سيدي فيها فيلم لاخر الامر. اصبح خد لي كم صوره وان شاء الله تكون استفتاحيه موفقه. على عيني وراسي. وين وقف لك يا نوري؟ تفضلوا سيدي تفضلوا لهون لو سمحت. لهون. نعم. اسمه سيدي؟ وبهالصورة يا أستاذ عادل علقت وصرت أخذ صور لأبو هماش وهو عم يغرس شجرة وكتبوا تحتها أبو هماش يساهم في تشجير البلاد. وشي وهو حامل بارودة ولابس لبس المجاهدين وراكب على حصانه كتبوا تحتها أبو هماش على طريق التحرير. وشي وهو عم يخطب بالجماهير الشعبية وعم يشرح للأوضاع السياسية بالعالم والمنطقة كتبوا تحتها أبو هماش حبيب الملايين والجماهير الشعبية. وشي وهو عم يرقص بالسيف والترس كتبوا تحتها أبو هماش يحيي تراث الآباء والأجداد. وشي وهو راجع من العمرة وعم يوزع مصاري على الفقرة وعم يسبح ربه كتبوا تحتها أبو هماش في لحظة عبادة وخشوع. وشي مع البدو وشي مع النور وشي الله وكيلك شهرين يا أستاذ عادل وأنا مسكر المحل ومعطل شغلي وعم بدفع مصاري من جيبتي. ليش ما قبضوك 50,000 سلفة مثل ما وعدها؟ تعدمون ما قبضت منهم ولا قرش، وكل ما قلت لهم قبضوني يوعدوني اليوم وبكرة ويقولوا لي شبك شو رح ناكلهم عليك؟ ايه وبعدين شو اللي صار؟ يا سيدي اللي صار انه حلت المصيبه ونزلت الكارثه وسقط البطيخ ابو هماش بالانتخابات ونجح غريمه وخصمه ابو فهد بفارق كبير بالاصوات وانطبشت الشربه براسي وانخرب بيتي. ما عطاك ولا قرش ما هي؟ ما عطاني شيء، انعطلت شيء. جيت حتى طالبه بعد ما طنشني قاموا نصحوني اني ما اروح لعنده. وليش بقى؟ صار مثل مجنون، كل ما شاف واحد بطريقه يسبه ويبهدله ويضربه كمان. ايه وشو عملت بهالحاله؟ أكيد ما سكتت عن حقك. مين قال لك؟ وحياتك ما سكتت، رحت لعنده وقلت بركي بحصل شوي من حقي من خسارتي يعني، بس آخ يا ريتني ما رحت.
مرحبا. ليه؟ شو بدك؟ المعلم ابو هماش هون بالله؟ شو ضربك العمى؟ ما جيت قبل المرة لهو؟ بلا جيت بس لما جابوني يعني ما كنت منتبه. المعلم وينه؟ مو هون. وينه؟ العمى ضربك، شو عم تحقق معي؟ لا مو هذا القصد، بس بدي اياه مشان شغلة ضرورية كتير. شو هالشغلة بقى؟ بصراحة ما بقدر لك ياها إلك، وإذا دري هو إنه أنت ما قلت لي وينه رح يزعل منك كتير. ها يا ويلك إذا كنت عم تكذب. سمعت صوت إطلاق النار؟ إيه سمعته. الحق الصوت، بتلاقي المعلم عم يقوص على خصومه. شكرا يا أخ. يا سلام يا أبو هماش، يا سلام يا معلم. المهارة بتتكلم. روح الله يسلم دياتك، وإن شاء الله ما في طير بالسماء بيصعب عليك، وإن شاء الله على الأرض تصطاد الغزلان، وبالسماء أبو الحن وإنت شو جابك لهون؟ سيدي بصراحة الصراحة أنا جاي عبر لكم عن حزني وألمي يلي ما بنوصف لما سمعت بخبر سقوطكم بالانتخابات. خلاص صلح كلامك. أنا ما رسبت، أنا تشلحت من النيابة تشليح وانسرقت بوضح النهار. معك حق يا معلم، معك حق، يعني كل شيء نجاح انتو احسن منه بكتير. هاي بعرفها، ما في شيء جديد. إلي لشوف ليش جاي لهون. سيدي عفوا، انا إلي بزمتكن كم ليرة، ولو مو كانوا لازميني ما كنت جبت سيرة. بس بيني وبينكن يعني انا متضايق شوي، وسيولة بجيبتي ما في. اخراس وكل هوا، انت ما بتستحي على دمك، طقر الحياة من وشك. ليش لسمح الله يا سيدي؟ قال ليش؟ قال ولك أنا إذا رسبت بالانتخابات بيكون منك. مني أنا؟ طبعا منك، من هالصور الزفتة اللي صورتني إياها. ولك معقول يا بني آدم تصورني وأنا عم بنقص قطة من النار؟ معقول تصورني وأنا عم كب زبالة؟ معقول تصورني وأنا عم صلح حنفية؟ سيدي قلت لحالي يعني بركي بتصير لكم شعبية والناس بتحبكم. بلا ناس بلا بطيخ. لك أبو فهد غريمي عمل صورة واحدة بس، بوز واحد فقط لا غير، هو نجح وأنا رسبت. فسر لي اياها لشوف، اعرب لي اياها لشوف. سيدي عفوا لصراحتي، بس يمكن الوسامة والعمر صغير بيلعبوا دور بالانتخابات. الوسامة يعني هو أحلى مني. والله لحلي وبرك عن جلدك، دبروه. لحظة لحظة، تعرف يا أخي وعينك ما تشوف يا أستاذ الأكلة اللي أكلتها والإهانة اللي بلعتها. تقول إلهم تار معي فلتوا علي مثل الوحوش، وعلى وين بيوجعك؟ وما تركوني هيك لحتى وقعت على ورقة وبصمت بالعشرة واعترفت بأنه مالي ولا قرش عند أبو هماش، وكل شي اشتغلته كان تبرع بتبرع، وضليت بالمستشفى أسبوعين والكاميرا انكسرت مثل ما لك شايف. لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة في هيك ناس؟ لا، وهيك ناس بيرشحوا حالهم لمجلس الشعب بعين قوية. طيب هاي قصة أول كاميرا، والكاميرا الثانية شو قصتها؟ أخ يا أستاذ عادل، يا ريتني ببطل هالشغلة من وقت ما صارت معي هالحادثة الملعونة، بس ثقتي وبريق المسؤولين وقعني مرة تانية. هذا يا سيدي بعد شهرين من وقعتي مع أبو هماش المرشح الساقط، إجاني ابن خالتي فاروق الله يسامحه على الاستوديو لهون. مرحبا ابو خالتي. اهلين فاروق، اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. الك ولا للديب؟ خلص الديب امور. معناتها امشي معي بسرعة، امشي. لو ما بدي امشي؟ ابو ضرار الوكيل الاول للمحافظ بده مصور يرافقه على طول ويغطي له اخباره وين ما راح وين ما اجى. ليش وين المصور اللي عنده؟ مات بالجلطة بعيد من هون، وبالصدفة شفت ابو ضرار وقلت له مالك غير نوري طبشورة ابن خالتي، ومدحتك قدامه خيرات الله، قلت له انك فنان ومزوق، قام قال لي بعت لي اياه، جيب لي اياه بسرعة، بقى امشي معي حتى نشوفه. ودخلك هالشغلة فيها فائدة مالية؟ قولك مادية ومعنوية وجاه ووسايط ومن جميعه، بقى امشي تحرك خلصني، خد كاميرتك خلينا نتيسر. ماشي يا رزاق يا كريم. يلا اللي فاروق، هذا ابن خالتك اللي حكيت لي عنه؟ اي نعم سيدي، واسمه نوري طبشورة. وبيعرف يصورون للمسؤولين الكبار؟ طبعا سيدي بيعرف، طبعا صار له 30 سنة بهالمهنة. عظيم. فإذا اسمعني يا سيد نوري، انت مثل ما لك شايف هلا انه انا وكيل محافظ، وما راح اخبي عليك
أنا خلال فترة قصيرة جداً رح نط وصير بمركز مهم جداً، لذلك لازم أثبت نشاط وحيوية من هلأ. بديك تلحاني على الدعسة، كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما جيت، وتلقط لي صور على كيف كيفك مثلاً. وأنا جاي على الدوام بكير، وأنا عم ودع ضيف كبير أو عم بستقبل ضيف كبير، أنا عم بتفقد أحوال موظفين بالدائرة، وهي الصور بديك تبعت لي إياهن على الجريدة، وأنا رح أربط ونسق بينك وبين الجريدة كمعتمد من قبلي بهذا الشأن. هذا من جهة. من جهة تانية أنا رح أعطيك 30,000 ليرة سوري بالشهر، وإذا ترفعت لمنصب أعلى إلك عندي مكافأة محرزة جدا. شو رأيك؟ ماشي الحال سيدي، يلي بتشوفه. معناها رح نبلش من هلأ. يلا خذ لي كمبوز وأنا عم مشي مصالح المواطنين. على عيني أستاذ. فاروق دخل المواطنين. حاضر. وصرت يا أستاذ عادل المصور الخاص لأبو ضرار وكيل المحافظ، وصرت إلحقه محل ما بيروح وقلقط له صور وابعتها للجريدة. شي وهو جاي مبكر على الشغل، وكتبنا تحتها أبو ضرار يأتي إلى الدائرة مبكرا، وشي وهو قاعد ورا مكتبه وعم يوقع معاملات المواطنين، كتبنا تحتها أبو ضرار يوقع معاملات المواطنين. شي وهو عم يقرأ جرايد، كتبنا تحتها أبو ضرار يقرأ ويتابع باهتمام أخبار الوطن والعالم. وصورته كمان يا أستاذ عادل وهو عم يعانق مسؤولين كبار وعم يودعهم بحرارة ودموعه عم تكرج على عرض خدوده. وصورته وهو عم يزور السجن وعم يطلب من المجرمين التوبة والندم. وصورته وهو عم يصلي وراء الإمام وراء مباشرة بالأوقات الخمسة. وصورته كمان وهو عم يرمي حجر على الأرض المحتلة. بس كل هالشي ما نفعني يا أستاذ عادل، وبيظهر إنه إرضاء المسؤولين غاية لا تدرك. ليش بقى؟ شو صار معك؟ يلي صار إنه بليلة منحوسة كنت بالاستوديو عم حمض فيلم، لقطه لأبو ضرار وهو عم يزور دار العجزة وملجأ الأيتام، وإذ بالتليفون يقرع. ألو. أهلين أبو وفي. بده اياك المعلم ابو ضرار فورا. يا بس هلا ساعه واحدة بعد نص الليل وانا عندي شغل. ان شاء الله يكون الصبح، تعال فورا. طب قل له اني عم حمض له فيلم ملجأ الايتام وبدي كبر له صورته وهو عم يتغدى مع المعوقين. ولك انت ما بتفهم. شو؟ لحظه بس. لك بس لا البس الصباط. لك لا يا اهلا يا اهلا وسهلا بمصورنا العظيم. انا استشرفت والله يا سيد نوري. الله يخليك يا معلمنا. وليش ما جيت فورا لما خبرك سكرتير ابو وفيق؟ ولا سيدي كنت عم حمد كذاب. انت واحد كذاب سيدي الله الوكيل. كنت بدي حمض لكم الفيلم يلي اخذت لكم اياه اليوم لما زرتوا دار العجزه وملجأ الايتام. ولك انا اللي رح صير عجز يتيم بعد السيد الوزير ما نشوف صوتي بالاجتماع وانا نايم؟ ولك الله يخرب بيتك. لك كيف قلت لي كيف؟ شوف. طيب سيدي. سيدي والله ما انتبهت. كذاب. ولك انت واحد كذاب. اكيد في حدا مصلتك علي ودافع لك مصاري كمان. الله وكيلك يا سيدي، شغله صارت صدفه بصدفه. صدفه؟ شو صدفه بقى؟ ها؟ يعني معقول تصورني وانا نايم باجتماع هام السيد الوزير وهو عم يخطب عن مخاطر العولمه؟ ولك بكره اذا شاف سيد الوزير هالصوره واكيد رح يشوفها. ولك شو بدول عني؟ ها شو بدول عني؟ اكيد رح ينقلني على الصحراء شي مدير ناحيه. سيدي انا والله اللي بقى هي الكاميرا يلي صورتني فيها. نعم يا سيدي، بس قسما بالله هالكاميرا ما لها ذنب. هاتوها لشوف. هاتوها دخلكم يا سيدي مشان الله. هالكاميرا غاليه كثير. على مهلك مشان الله. اذا بتريد سيدي الله يخلي لنا اياها. اجره. اي وضربوني ضرب يا أستاذ، الله يكسر دياتهم يا حق. يعني لو كنت قاتل أبوهم مو هيك. وقعدت بالمستشفى 20 يوم وطلعت، وبعد ما طلعت حلفت يمين معظم أني ما بقرب على مسؤول ولو دفع لي 1,000,000 ليرة، واشتريت هالكاميرا وقلت بركي يعني بشوف الحظ على وشها. بس للأسف المنحوس منحوس، ولو علقوا بباب أدنه فانوس. المهم
كرهت المحل وصرت لقوة رزقي بالساحات والجناين والمعارض والمتاحف، وصرت أخذ صورة لاثنين بيحبوا بعضهم، طفل عم يلعب جنب النافورة أو بركة المي وعم يرمي خبز للبطاط، صورة لرجال بيحب الآثار جنب تمثال بحديقة المتحف، صورة لشخص عن جامع السلطان سليم، وعلى هالمنوال صرت أشتغل. ومضى شهرين على هالحالة وأنا مبسوط ومروق، لا عم قرب على مسؤول ولا مسؤول عم يقرب علي. بس أخ يا أستاذ عادل، شو بدي أقول؟ شو بدي أقول لك لإلك؟ خير، شو صار معك شي جديد؟ يا سيدي، بليلة من الليالي خلصت شغلي وسكرت دكانتي وصرت أتمشى وأنا راجع لبيتي تعبان وقلقان. خطر لبالي بالصدفة إني أمرق بطريقي على واحد جرسون بيشتغل بملهى القط الأحمر حتى أعطيه صور الهوية اللي وصاني عليها. ودخلت الملهى يا أستاذ. سعيد ابو توت هون؟ نعم مستودع، ممكن تاخذ لك كم صوره؟ اسف الفيلم خلص وما معي افلام، ممكن انتظروا؟ تفضل شريف. الكاميرا هونيك. انا لك انت، ليش في حدا هون بالمحل اسمه ابو كاميرا غيرك؟ يلا تعال. المعلم عم يقول لك قرب، يعني بتقرب. قرب. انت يا ابو كاميرا خذ لي كم صوره تذكاريه مع المدبوزيل. ايوه لك شبك، خلصني سيدي. انا اسف الفيلم خالص وما معي افلام. كذاب، انت معك فيلم بس ما بدك تصورني. سيدي الله وكيلكم، ما معي. ها شوفوا، ها خارج الفيلم يا سيدي. ولك انت ما بدك تفهم بالذوق.
حاضر حاضر سيدي. امرك امرك امرك. طيب طيب هاني يلا. حاضر. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ لك الصور يلي صورته اياها امبارح بالليل بالملهى شو بنا؟ بس انا ما اخذ الصور للمعلم، هي لمعة فلاش وبس. انت بدك تضحك علينا ولك؟ الله وكيلكم يا جماعة، لمعة فلاش على الفاضي، الكاميرا كانت فاضية، ما فيها فيلم. لك كذاب ابن كذاب، امشي بعدين لعند المعلم. لحظة لك لحظة لقفل المحل. ايه بلا محل بلا امشي. يعني انت ما بدك تقر وين مخبي الصور؟ يا سيدي صدقوني والله ما لي بخبي شيء، والله ما لي بخبي شيء، الشغله كانت لمعة فلاش. ولك انت ناوي تساوي لي فضيحه مع الرقاصه يا كذاب. يا سيدي انا لما ولك لك انا مش كبريهات، انا كنت واقف عم افحص، عم انصح الرقاصه تبطل الشغله. الله وكيلكم ما اخذت لكم صوره يا سيدي. ولك على هامان يا فرعون، انت لمين بدك تبيع الصور؟ يا سيدي بايش بدي احلف لكم، اني لا بدي بيع صور ولا اني بخبي صور. لكان شو هذا اللي كنت عم تساويه مبارح؟ لمعة فلاش يا سيدي، لمعة فلاش بس، الله وكيلكم كانت الكاميرا فاضية وما فيها فيلم. ما راح أصدقك قد ما حلفت. خذوه عملوا له اللازم لحتى يقروين مخبي الصور. امشي لورجيه. صدقوني يا جماعة لمعة فلاش، لك لمعة فلاش بس. امشي. لمعة فلاش والله كانت. وضربوني ضرب يا أستاذ عادل، كأني مغتال أبوهن ومتجوز أمهن. وما تركوني حتى كتبت لهم تعهد اني رجع لهم الصور مع الفيلم النيجاتيف. ليش انت عندك الصور والنيجاتيف؟ شلون عندي؟ ما قلت لك انه الكاميرا كانت فاضيه وما معي فلان؟ اصبح ليش تعهدت له؟ حتى ما يموتوني من القتل، حاكم هدول ما في بقلبهم لا رحمه ولا شفقه. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ يا جماعه منين بدي اجيبه؟ سأل حالك ولا؟ انت اعترفت انهم عندك. صدقوني يا جماعه لمعه فلاش، والله لمعه فلاش. لمعه فلاش اه والله، لا خليك تشوفني بمنامك والله. كل ما رح نجي لعندك رح ناخذ صندوقين هيك لحتى تتذكر وين حاطيت الصور، وبترجعهم مع النيجاتيف كمان. سمعت يا جماعة؟ والله لمعة فلاش، لمعة فلاش، شو بدي أعمل حتى تصدقوني؟ والله لمعة فلاش. طمني دكتور. الحمد لله كل شيء تمام، الالتهاب راح من صدرها والتنفس طبيعي. الله يبشرك بالخير يا دكتور. طيب إمتى بنقدر نطلع على البيت؟ بنقدر نطلع اليوم مثلا؟ ما في مانع، بس بدي منك يا انفراس تبعدي عن ريحة القلي والغبرة والدخان. بس أنا ما بدخن يا دكتور. والله بعرف، بس أحيانا الإنسان بيضطر يقعد بين المدخنين وهالشي بيضرك. أطمن دكتور من هالناحية، ما في عنا حدا بالبيت بيدخن. كتير منيح، بس بالمقابل لازم كل كم يوم تطلعي برات المدينة، يعني على شي مزرعة أو على الجبل أو على البحر حتى تشمي هوا نظيف. ولا يهمك دكتور، رح نمشي على تعليماتك إذا الله راد. ماشي، أنا بستأذن. الحمد لله على السلامة. الله معك دكتور، شكرا كثير. لا مع السلامه. استاذ بتحبوا تطلعوها هلا ولا بعد الظهر؟ لا والله هلا بيكون افضل. على كل انا رايح ادفع الفاتوره، جهزي حالك انفراس. دقيقتين وبكون جاهزه. اتكي على ايدي خالي. الله يرضى عليك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. واذا صار معك شيء فورا اتصلي فينا ان شاء الله. معكم زيارة خالي؟ لا والله يا بنتي. طيب حضرتك
وجوزي موظف في وزارة الزراعة، فمنين بده يكون عنا سيارة يا حسرتي؟ معك حق. ليش يا بنتي انتي عندك سيارة؟ أنا؟ معقولي ممرضة مثلي يكون عندها سيارة؟ لا، مجرد سؤال. يا خالي ما حدا بيقدر يشتري سيارة بهالبلد غير إذا كان مقتدر، وأنا يا حسرتي عايشة على هالراتب، بقى من وين بدي اشتري سيارة؟ خالي وين ساكنة حضرتك؟ بجديدة عرطوز القديمة. وين مشوارك اخي؟ على جديدة. انا طريقي على برزة، اذا لكم مصلحة اهلا وسهلا. امنتوا بي الله على النهار. بنقول له على جديدة بيقول برزة. شو امرت اخي؟ تيسر حبيبي تيسر، الله معك. يعطيك العافية. على جديدة. على عيني وراسي. اطلعوا. يلا. بس وينك يا حباب؟ مور، أنا باخد على جديدة عدادين. وليش عدادين؟ خد عداد ونص ومشينا. الله يرضى عليك. لا حبيبي لا، ما حذرت. هلا الطريق بيكون عجقة وزحمة، وخاصة بهالوقت. مثل ما بتعرف هلا وقت الرش أوى. وقت شو؟ خلصني حبيبي، شو قلت؟ أنا بالزور لرضيت أطلع معك على جديدة. الأسبوع الماضي عملت حادث وطبشوا لي السيارة. ماشي ماشي الحال، خد عدادين وأمرنا لله. غالية السيارة يا قال. غالية وبس. قول نارو يا لطيف. بس نصيحة لله، إذا بدك تشتري سيارة لا تشتري من هي بنوك. ليش بقى؟ شو ليش؟ لأنه ما لها أمان. قسما بالله خبطة واحدة من ورا بينهرس ظهر الراكب والعياذ بالله. بقى إذا بدك تشتري لا تشتري إلا قديم، لأنه اللي عم يستوردوه زبالة السيارات. ليش هيك قلتوا؟ ليش ما قلتوا لي كل يوم طالعين من المستشفى؟ بابا شغلة صارت فجائية، والطبيب سمح لنا نطلع بعد ما اطمن على حالة امي. كيفك انت يا امي؟ الحمد لله ماما، مشتاقة لك كثير، البيت بلاكي ما بيسوى شيء. على فكرة ماما، بغيابكم اتصل اخي فراس من المانيا، كان غليان قلبه عليك كثير، بده يطمن. يقبر قلبي. شو هالامي؟ شو قلتي له؟ لا تخافي، طمنتوا عليكي وقلت له انه شغلتك بسيطة. بتحبي تروحي على غرفة النوم حتى ترتاحي على التخت، ولا بتحبي تضلي هون؟ لا خلوني هون هلا. الو اهلين فراس. لا طلعت من المستشفى. ايه على عيني، خد احكي معها. ماما فراس بدي احكي معك. الو اهلين اهلين، تقبرني الحمد لله، مشتاقت لك كثير. الله يعافيك يا حبيبي. الحمد لله صدري تحسن كتير. ايه راحت السالة وضيقة النفس. لا بس الدكتور منعني من شغلات كتيرة وقال لازم اطلع شم هوا. ايه اجي لعندك لك تقبر قلبي يا فراس، ما احلاك. ان شاء الله ان شاء الله بتحسن وبزورك السنة الجاي ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. لا حبيبي ما بدنا الا سلامتك، وابوك بيسلم عليك كتير. دير بالك على حالك يا أمي، لأنه عم نسمع بالنشرة الجوية إنه في عندكم برد كتير. مع السلامة مع السلامة، تقبرني الله معك. يقبرني، قال بده يفاجئنا بهدية. تفضل بابا. يسلم وديات حبيبتي. الله يسلمك. شو عم تفكر بابا؟ شو عم تحصل؟ والله يا بابا عم فكر اشتري شي سيارة، لأنه هالشنطة طالعة من شنطتها مو معقولة منوب. سيارة جديدة؟
لا شو سيارة جديدة انت الثانية؟ انا عم فكر اشتري سيارة قديمة يعني ب 300-400 ألف، لانه بيني وبينك صدر امك صار تعبان كتير وما بفيده الا الهواء النقي والجو الصافي، واذا بدنا نحط اجار بولمانات وتكاسي وسرافيس رح ندفع بقرة جحي. بقى شو عم اقول لحالي بابا؟ ليش ما بنشتري سيارة وبنخلص من هالقصة كلها؟ طب بابا من وين بدك تجيب حقها؟ هو بعد كم شهر رح اطلع تقاعد من الوظيفة ورح يطلع لي تعويض نهاية الخدمة تقريبا شي 250 ألف ليرة، واذا سحبت قرض من البنك بنك التسليف بقيمة 100 ألف بيصير معنا 350 ألف ليرة، وبهالصورة ممكن اشتري سيارة نص عمر. بقى شو رأيك؟ بابا بدي اقول لك شغلة بس لا تساعدني. وشو هالشغلة بقى؟ شو رأيك تطلب من اخي فراسي بعت لك مصاري؟ لا بابا لا، شو يبعت لي مصاري؟ ما بيصير اطلب منه منوب. شو عم تحكي انت بابا؟ شو في يا بابا؟ انت فنيت عمرك مشاننا ومشانه كمان، يعني فراس شغله ما شاء الله حوله ماشي وراتبه عالي. يا بابا انا لما بصرف عليكم وبكبركم وبعلمكم هذا واجبي ومالي منية عليكم فيه، واكبر فرحة عندي اني ارفع راسي فيكم، وغير هيك ما بدي. لا يا فراس لا، اوعك تتورط وتشتري سيارة قديمة، قسما بالله بتهلكك وبتبهدلك وبتنزعلك عيشتك. مزبوط اخي فؤاد ولا لا؟ مزبوط ابو فراس، كل شيء ولا السيارة القديمة، صدقني صدقني رح تسكن بزقاق الجن وكل يوم رح تشوفها بمنامك. لا وغير هيك كل يوم رح تطلع لك مشكلة جديدة، يعني يوم عم تهرب زين، يوم الدينامو ما عم يشتغل، يوم البطارية فاضية، يوم الموتور عم يحمى. لك ما بتتذكروا سيارتي القديمة قديش عذبتني؟ ومشان اخلص من وجع الراس بعتها بنص حقها. كل يلي قلتوه على عيني وعلى راسي، بس قولوا لي شو بيطلع بايدي؟ يعني ما بيطلع بايدي غير هيك، مرتي مريضة وبيتي بعيد وحق سيارة جديدة ما معي. لك اخ شو بده يحكي الواحد ليحكي؟ لك تقول المسؤولين بيركبوا 100 عفريت اذا شافوا مواطن راكب سيارة جديدة. بابا اهلا وسهلا، شلونك؟ الحمد لله بابا، انا مشتاقكم كثير. بابا بدي اسالك كيف ماما؟ ان شاء الله صارت احسن. لا ولا يهمك بابا، امك صارت منيحه كثير وبتسلم عليك. الحمد لله بابا طمنتني. بابا بدي اسالك، صحيح انت ناوي تشتري سياره قديمه؟ مين قال لك؟ امبارح حكيت مع اختي وسام وقالت لي. بصراحه يا ابني الخبريه مزبوطه، لانه السياره صارت ضروريه لنا، خاصه وانه امك بهالوضع الصحي هاد. بس يا بابا ما بيجوز ابدا انه تشتري سياره قديمه. شو بدي اساوي يا بابا؟ هذا اللي طالع بايدي. طيب بابا ليش ما بتطول بالك شوي؟ وليش لحتى اطول بالي؟ خير والبر عاجله. صحيح بابا صحيح، بس يعني انا كنت ناوي ابعت لك سياره جديده من الوكاله من هون من ميونخ. لا لا بابا شو هاد؟ اوعك ها؟ شو عم تحكي انت؟ انا ما بدي شيء منك يا ابني، ما بدي شيء منوب. شلون ما بدك مني شيء يا بابا؟ هلا انت بحياتك ما طلبت مني ولا طلب. انا ناوي ابعت لك سياره، يعني وبصراحه اذا انا بعت لك هي السياره انا ما بكون وفيت شيء من جمايلك علي، لا انت ولا ماما. يا ابني الله يرضى عليك، لا تشغل بالك فينا ولا تبعت اي شيء، ها نحن مندبر حالنا، لا تاكل همنا حبيبي. بابا الله يخليك اسمعني منيح، انا سمعت انه صار في عندكم قانون جديد بالبلد بخصوص استبدال السيارات القديمه بسيارات جديده، مشان هيك بدي منك تطلع رخصه استيراد وانا رح بعت لك من هون احلى سياره. الله يوفقك. شو قلت؟ الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك، رضا قلبي ورضا ربي. الله يسعدك ويوفقك ولا يحرمني منك يا ابني. مع السلامة بابا. مع السلامة، الله معك. يا اهلا وسهلا، اهلين وسهلين ومرحبتين، تفضل. يسلم وديك. ذكرني بالاسم استاذ. انا ابو فراس. ابو فراس. راتب الحموي. يا اهلا وسهلا. يعني حكيتك على التليفون. اهلا وسهلا ابو فراس، اهلين. اهلين، اي والله تذكرت. على حسب ما فهمت منك على التليفون انه بدك سيارة قديمة للاستبدال، مو هيك يا عيني؟ صحيح، هذا هو طلبي. ايه على عيني وراسي، غالي والطلب رخيص. يعني طلبي عندك؟ ايه نعم، وبإذن الله رح دبر لك أحلى سيارة. لأنه مثل ما شرحت لك، ابني بده يبعث لي سيارة جديدة، وأنا مضطر لرخصة سيارة قديمة. لعيونك فراس، رح دبر لك سيارة موديل 53، شو رأيك؟ أنا كنت شارية إلي مشان الاستبدال، بس رح أعطيك إياها ما بتغلى عليك. لك انا حبيتك حبيتك ابو فراس. بتحبك العافيه ان شاء الله. بقدر اشوف السياره؟
طبعا بتقدر تشوفها ليك ورا المكتب. تفضل معي اذا بتجي. تشرف شرف استاذ شرف. تفضل شوفني هالشوفه ما احلاها. شو هاد سياره؟ شو على عيني سياره ما اختلفنا، بس شو نوعها شو موديلها؟ هي هي سيدي بالاساس الاساس قصدته 53، بس اصبحت على الشكل الثاني. اسمع مني اخي، في عندك الموتور، هذا موتور تراكتور فورات، الشاسيه شوفرلي، الجير ودي فرانس، اوتوموبيل، الطبون الامامي فوكس فاكن، الطبون الخلفي هيلمان، والتابلو فورد. يعني مو بقيان من التزطو غير الصاج. على عيني، بس هي عطيئة كتير ومهرهرة. إيه لا تشوفها هيك هلا، شوفها قبل 50 سنة. حكالي عليها جدي انه كانت الناس تطلع من بيوتها مشان تشوفها عم تكرج كرج بشارع بيروت مثل العروس. وهلا بتمشي يا ترى ولا يا؟ لك ولا يهمك، راح مشي لك ياها، تكرم عينك. بس الشاسية تبعها يمكن. لك يا استاذ شو بدك بوجع القلب وهالاسئله هي؟ انت بالنتيجه بدك تاخذ السياره على المواصلات وتفرغها لاسمك. هنيك بيعطوك ورقه تاخذها على معمل الصهر بحما، وبعدين بيعطوك ورقه لفتو ماشين. تعال لك تعال، انت خذ نصيحه مني شباب، خذ مني وكب البحر يا استاذ. صار وقت الدوام. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا ابتسام. اسلموا الايدين. اهلين ابو فراس، ليش تاخرت؟ شو بدي ساوي؟ تاخرت. شو صار معك اليوم؟ فرغت السياره العجيبه لاسمي. وليش حتى تفرغها باسمك؟ هيك القانون قال، لازم افرغها لاسمي بالاول وبعدين بسلمها لمعمل الصهر بحمام. وديش صارت مكلفتك لهلا؟ يعني بدك تقولي شي 200,000 ليرة، بس مو حارق قلبي إلا ضريبة الرفاهية اللي دفعوني إياها. رفاهية شو؟ دفعت رفاهية على السيارة العجيبة اللي اشتريتها. قولي، لكن قديش بدهم ياخذوا ضريبة على السيارة الجديدة؟ شو بيعرفني؟ الله يستر. وين بدك تروح بكرة؟ بدي آخذ السيارة على المواصلات حتى نشوفها اللجنة. شو هذا اللي جايب لنا اياه يا استاذ؟ شو هذا يعني؟ سيارة. إيه بعرف سيارة، بس ما بدنا نعرف شو نوعها شو موديلها. مكتوب عندك بالوراق دزوتو موديل 53. إيه مزبوط استاذ مزبوط، دزوتو 53. بس وين البلور؟ وين الطاسات؟ وين البروجكتورات؟ وين المسجلة؟ استاذ ما فيها طفاية حريق. صحيح، وين الطفاية؟ يا استاذ افهمني اذا بتريد، مدام انا بدي اخذ السياره من هون وسلمها لمعمل الصهر، بقى ليش بدكم كل هالشغلات؟ اي صحيح، بس يعني ما بصير جيب لي كوم حديد وتقلي هي سياره. شو شايفني ولد صغير قدامك؟ شوف استاذ، انا ما بستلم السياره الا كامله مكمله وكانها طالعه من الوكاله هلا. طيب والحل؟ الحل بتروح بتجيب بلور اصلي وسطبات اصليه ومسجله اصليه وموتور اصلي وطفايه حريق كمان. ايه وطفايه حريق كمان. ومنين بدي جيب لك قطع ديزوتو 53 واصليه كمان؟ يعني ما بلاقي بالسوق؟ ولك حبيبي لو نكشت مقابر السيارات باوروبا وامريكا ما راح بتلاقي، اصلا معمل هالسياره صار له واقف 30 سنه. طيب شو بدي ساوي هلا؟ والله ما بعرف، انت مين طلب منك تجيب قطع اصليه؟ لجنه المواصلات. إيه لا، هي الشغله للتعجيز، هي الامور كلها مكشوفه، سالني انا. طيب والعمل؟ انت بدك معاملتك تطير طيران؟ يا ريت. اصبح لكان شف لك شي معقب معاملات يمسكها، لانه انت مبين عليك انسان ادمي ومحترم، ومو شغلتك هالشغله هي. طيب بتعرف لي شي معقب؟ ايه بعرف، بس بدك تفت عملي على اليمين وعلى اليسارها، لانه معلومك المصاري بتفتح كل الدروب المسكره. بقى شو قلت؟ ماشي الحال، دبر لي واحد. ايه مو تكرم عينك على عيني. لا لا ولا يهمك بابا، نحن ماشيين بالمعاملة وعم تكرج كرج. ايه مثل عندكم فرد شكل. ايه بابا. ايه 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 بس اخلص المعاملة رح خبرك. فراس موجود؟ ايه الله يرضى عليك. ايه لحظة شوي. الله معك بابا، مع السلامة. بابا في واحد بر اسمه ابو الفوز اللي بده اياك. ايه صحيح، هذا معقب المعاملات يلي ماسك لنا المعاملة. اهلين ابو الفوز، تفضل. شكرا مستعجل. تفضل، هيك كل شيء جاهز وهي قصة الاستيراد. يسلم مدياتك،
شلون خلصت بهالسرعه؟ ولو يا استاذ ابو الفوز بيعجبك، ما في شيء بهالبلد بيصعب عليه. قديش بتأمر ابو الفوز؟ 50,000 بس. مو كثير 50,000؟ لا مو كثير، ولا تنسى انه مرقناها من وزاره المواصلات لمعمل الصهر لأفتو ماشين لوزاره الاقتصاد، وهي يا معك الله وكيلك ما دخل لجيبتي منها غير 10,000 ليره، والباقي وزعناهم فلفل وقرنفل. طيب طيب، الله يعطيك العافيه. استاذ اذا وصلت سياره جديده انا بالخدمه. مالنا غنى، شكرا كثير. لحظه لاجيب لك المصاري. شلون عجبتك السياره؟ يعني صغيره وكبيره بنفس الوقت. انا قلت لك يا ترسانة بس مو بكره تستلطي عليها. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. شو شايفكم بكرين؟ اي والله قلنا منجي بكير حتى نخلص الاجراءات بسرعه. اسفين للازعاج. تفضلوا خذوا راحتكم. تفضلي بابا. ايه شو هالسياره هاي؟ ما شاء الله عليها، جديده وموديل سنتا. منين شاريها؟ الحقيقه انا ما اشتريتها، ابني الله يرضى عليه بعت لي اياها من المانيا. هلا والله السيارات اللي بالبلد ما عاد تعجبكم؟ لا ولو عجبتنا، بس ابني حب يهديني اياها. وين المشكله يعني؟ ايه الله يكتر المحبين. إيه امين. هات اعطيني وراء السياره اشوف. شري. قديش وزنها هاي؟ مكتوب عندك 998 كيلو. اخ بس لو كانت زايده 3 كيلو كنت دفعتك ضريبه 200%. 200%؟ ليش قديش ضريبتها هلا؟ 150% بس، يعني حقها 10,000 دولار و150% 15,000 دولار. يعني اكثر من حقها. لكن حبيبي شو مفكر؟ هذا ضريبه اللي بده يعقد لي ورا الدركسيون ينفخ لي حاله مثل الطاووس. سجل 15,000 دولار. يعني خلصنا هيك؟ لا شو خلصنا، لسه ما بلشنا. هدول شو هدول؟ شو هدول يعني دولي؟ ايه بعرف انه دولي بس جنوط كروم. يعني جنوط عادي ما عاد يمشي الحال، لازم كروم. ايه ضريبه الجنوطه 100 دولار لحالها. ايه سجل عندك 100 دولار. وشو هاد يا استاذ؟ شو هاد يعني؟ انطين للراديو. ايه بس هذا انطين اوتوماتيك. يعني هلا ما عاد يمشي الحال ترفعوا الانطين بايديكم، لازم اوتوماتيك. هذا ضريبته 100 دولار بس. بس العمى والله هالقوانين لازم تعدل. وشو هدول كمان؟ مرايا على الكهرباء ما فكرني ما راح اشوفهم. هدول كمان ضريبتهم 100 دولار، سجلهم. يخرب بيت قلبك، طبعا بدك تسجلهم، بدك تروع على الدولة 100 دولار. سجلهم. امرك امرك. اها وشو هاد يا؟ مقاعد جلد طبيعي. هلا الجلد الصناعي ما عاد يعجبكم ولا تحسن جلودكم منه؟ هذا ضريبته 500 دولار، ما حلك تحفظها؟ ولا تنسى الكونديشن كمان سيدي. مين قال لك نسيانه؟ ليش الكونديشن عليه ضريبة كمان؟ طبعا يا انسة، هاي اسمها رفاهية زايدة. بلدنا الطقس فيها حلو وما في لزوم للتكييف. وبركي اجت ايام شوب ضروري الواحد يسوق والعرق عم يزرزب منه. لا انسة، الانسان بده يتعود على الظروف الخشنة. ما بتعرفي انت بيجيكي وقت صعب. سجل عندك كمان ضريبة لوسادة الحوادث. معقول تاخذوا ضريبة على هالشغلة كمان؟ وليش لحتى ما ناخذ يا انسة؟ هاي مشان حماية السائق اثناء الحوادث مو رفاهية. لا ستي رفاهية. انت سكوت، انا بحكي مع الانسة. يا انسة القوانين اللي عنا بتقول انه هي رفاهية، انت افهم من رجال القانون؟ الاكيد لا. وسجل عندك كمان علبة سرعة اوتوماتيك 400 دولار. مسجلة مع سيدي. وقف يا اخي وقف. حاشي لا تعد، بطلت ما عاد بدي سيارة. شلون؟ شو شلون بقى؟ انا قايم للقصة كلياتها 500,000 وانت وصلتنا للمليون ونص ونحن مالنا حاسين، وانت على قولك ضيف 1000 دولار وضيف 500 دولار، ايش هالحكي الفاضي هاد؟ امشي بابا امشي، خلينا على التكاسي احسن. ايه مثل ما بدك. شرفوا شباب. معلم خير. وانا لك اطلع بلا غلاظة شباب، ما في رماني انتي.